تمام العاشرة موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، أجرى أمس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بعد استشارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حركة واسعة في سلك مديرية التربية الوطنية مست 34 مديرا حسب بيان لمصالح الوزير الأول، حيث تم تحويل 11 مديرا وأنهيت مهام 23 آخرين وتم تعيين 23 مديرا جديدا. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت أمس 246 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104,852 حالة، في حين تمثل للشفاء أمس 71,343 من بينهم 216. كما سجلت أمس 4 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 2,853 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. أدانت الجزائر بشدة تفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس سوقا شعبيا بالعاصمة العراقية بغداد، وخلف العديد من الضحايا وعشرات المصابين من أبناء الشعب العراقي الأبرياء. وعلى إثر هذا العمل الإرهابي الجبان، تعرب الجزائر عن تضامنها مع العراق الشقيق، وتؤكد الوقوف جانبه في حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمها له في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره. تتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتجدد الجزائر موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على هذه الآفة. في الملف الفلسطيني، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبارات مياه الأمطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما تسبب بإغراق مئات الدونمات الزراعية، مما أوقع خسائر كبيرة في أراضي المزارعين، وهو ما يتعمد فعله الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة في فصل الشتاء من كل عام. من جهة أخرى، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من الاستيطان الإسرائيلي. دعا القادة الأوروبيون خلال قمة افتراضية جمعتهم أمس رعاياهم إلى اجتناب السفر غير ضروري بين بلدان القارة لكبح انتشار فيروس كورونا المتحور. وذهبت هولندا إلى فرض حظر للتجوال، فيما أغلقت البرتغال منشآتها التعليمية لمدة 15 يوما، كما فرضت فرنسا تحليلا إجباريا للكشف عن الفيروس لكل الوافدين إليها. من جهته، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كبير لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى اتخاذه إجراءات شبيهة بأوقات الحرب لمكافحة الوباء، من ضمنها تضييقات جديدة تخص السفر. في هذه الأثناء، سجلت المكسيك أعلى مستوى للوفيات منذ بدء الجائحة بأزيد من 1800 حالة خلال يوم أمس، فيما تعدت نسبة الوفيات العالمية المليوني شخص جراء الفيروس. وفي الرياضة، وفي بطولة العالم 2021 لكرة اليد بمصر، يواصل المنتخب الوطني مباريات الدور الرئيسي باختبار آخر يواجه فيه مساء اليوم نائب بطل العالم النرويج، بداية من الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر، قبل اختتام الدور الرئيسي بمواجهة منتخب سويسرا يوم الأحد المقبل على الساعة 3:30 مساء، حيث سيتأهل على إثرها الأولان عن كل مجموعة من المجموعات الأربع للدور ربع النهائي.
تلعب اليوم مباريات الجولة 9 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء عدة مقابلات تعد بالإثارة والتنافس، وفيما يلي برنامج هذه الجولة: سريع غليزان، شباب بالوزداد، نصر، حسين داي، نجم، مقرى، شبيبة القبائل، شبيبة الثورة، نادي بارادو، شبيبة سكيكدا، شباب قسنطينة، وفاق سطيف، أولمبي المدية، اتحاد بسكرة، مولودية الجزائر، جمعية عين مليلة، اتحاد بالعباس، وداد تلمسان، أهلي، برج بوعريريج، اتحاد الجزائر، مولودية وهران، أولمبي أشلف. نهاية الموجز. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.